اهلا بيكم في حلقة جديدة من عالم في مطبخك، ومن النهاردة مفيش اكل برا. معاكم جمال سالم سالم ومراته ثانية ثانية. النهاردة هنعمل بسبوسة. يا بسبوسة يا بسبوسة، يلا بينا نشوف الطريقة. So, basbousa, it's a semolina cake, and for those of you who don't speak Arabic, you can just follow along, but you can check out the recipe and ingredients below the video in the description. هنعمل بسبوسة النهاردة وهتبقى المقادير تحت الفيديو، هنسيب كل حاجة تحت. طبعا البسبوسة دي فيها أنواع كتيرة وطرق كتيرة، وفي مش عارف إيه وبتاع، في بسبوسة ناعمة وبسبوسة خشنة. النهاردة هنعمل بسبوسة الخشنة لأن إحنا بنحبها شوية، ونبقى إن شاء الله نوعدكم نعمل كمان حلقة البسبوسة الناعمة الطرية. يلا بينا نشوف الطريقة. عندنا هنا في كوباية زبادي وعليها بيكنج باودر وبيكنج صودا. المقادير طبعا رجعت تاني تحت الفيديو. هنقلب ده ونسيبها على جنب شوية، وبعد كده نبدأ نحط دقيق السميد. عندنا هنا كوبايتين تقريبا، انا مش فاكر المقادير بالظبط، فنرجع تحت لكل حاجة موجودة في المقادير من تحت. كوباية سكر، عندنا كوباية دقيق، وفي كمان كوباية جوز الهند مبشورة، وفي هنا عندنا كوباية زبدة. Flour, yeah, yeah, red, okay. Yeah. Flour and coconut, yeah. Yes. Okay. Just checking. Yeah, don't worry. ثانية بتأكد إن أنا بقول كل حاجة صح وبلخبطش الدنيا. تخافيش مش هعك. Okay. حطينا طبعاً الزبدة، ودي كانت فانيليا. فانيليا، كان معناها فانيليا. هنحط بقى الزبادي بالحاجات اللي حطيناها عليها، ونبدأ نقلب العجينة دي كلها. زي ما قلت في الأول، العجينة دي مش تبقى ناعمة. طبعاً في بسبوسه بتبقى العجينه ناعمه خالص، طريه كده سايبه زي الميه، دي حاجه تانية. هتبقى شويه خشنه معانا لان احنا بنحب الطعم بتاعها، واحنا بنقرش فيها كده، مش عارف اقول الكلمه. ايوه، ما علينا، بنحب طعمها. بس هنعمل حلقه تانية ان شاء الله عن الناعمه. هنا بعد ما خلصت معانا زي ما انتم شايفين كده ناشفه كده، اللي هو زي ما تكون مفروله، هنبدا نفردها في الصينيه. Did we put anything in the pan, like butter, oil, grease, butter? طبعا حطينا احنا زبدة في دهنا الصينية زبدة، وبنبدأ نفرد العجينة معانا دي كده بإيدينا. طبعا في تركية كده، احنا عشان نفردها من فوق بنجيب حاجة بلاستيك زي ما هنشوف دلوقتي، وهنبدأ ان احنا نفردها. بس قبل ده هنحط عندنا اي مكسرات عندكم. هنا حطينا لوز مبشور. انتوا عندكم اي حاجة بقى، فول سوداني، مكسرات، اي حاجة تانية ممكن تحطوها على الوش، او ممكن حتى جوز هند. فزي ما كنت بقول، هنجيب البلاستيك ده ونبدا ان احنا نفرد بايدينا بحيث نخليها ناعمه وطريه وكلها حنيه زي المناديل كده. ف هنبدا زي ما انت فيك، نبدا نفرد 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 نفرد. بعد ما نخلص فرد، بالمناسبه الفرن طبعا لازم نجهزه على درجه حراره 190، يكون الفرن جاهز، لان بعد ما نخلص هنا كده هنبدا ان احنا نزود كمان شويه مكسرات وهنبدا نقطعها. You should let it sit for 30 minutes before you bake it. وطبعا لازم نسيبها ترتاح نص ساعة، 20 دقيقة لنص ساعة قبل ما نحطها في الفرن يعني. طبعا نبدأ نقطعها هنا قبل ما نحطها في الفرن. قطعها بأي طريقة تريحكم يعني، أي حجم أو أي حاجة. فهنا بعد ما نقطعها، الفرن بيكون جاهز على درجة حرارة 190، ويكون الفرن جاهز وحامي يعني سخن. هنا فضلت خلصت معانا. قبل ما نحطها في الفرن هنكون عملنا الشربات بتاعها. طبعا الشربات هيكون سخن والشوربه سخنه، وننزل كله في بعض. عندنا ميه كده، كان عندنا 3 كوبايات سكر وكوبايتين ميه، وفي عندنا قشر برتقان وقشر ليمون زودناهم، ونخلي ده يغلي ويستوي. السبب ان احنا حطينا قشر الليمون والبرتقان بيخلي طعم حلو قوي في طعم الميزز كده، الحموضه يعني. وبعد ما تغلي بس نقطتين ليمون مش زياده يعني، نقطه شويه ليمون. بعد ما خلصت طلعت من الفرن، الاثنين حاميين فضيهم على بعض ونسيبها تبقلل وتعيش وبالهنا والشفاء. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، طعمها والله جميل غير البسبوسه اللي عندنا في المحلات. هنعمل واحده اللي بتوعت المحلات عشان الناس اللي هتسال، دي حاجه تانية. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، طعمها كان رهيب جدا وجميله والله. Do you want to add anything else? تربت الفته. شكرا على المشاهده، و اعملوا بسبوسه كتير 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 كتير. تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا مع أصحابكم، وبالهنا والشفا، ونشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة. مع السلامة.